أنا ياسمين علي. رابنزل، هختار رابنزل، بحبها جدا وبحس ان هي يعني نفس الفكر والخطوات والشخصية والحاجات اللي انا بحبها، هي انا عايزة اصاحبها، عايزة ابقى جنبها. انا مش من نوع المجامل، انا ما بعرفش اجامل، طالما في حاجه جوايا وانا مش حباها في حد بروح اقول له في وشه على طول، فاتمنى ان انت تبقى موجوده على طول معايا. هو كل اسم بيتقال لي عامه كدلع ببقى مستغرباه في الاول، انا بحب اسمي جدا، بحب ياسمين، فاي اسم بيتقال لي، يعني ماما وبابا بيندهولي من وانا صغيره بمنه، انا وكل عيلتي شفتي. فانا مستغربه كل الحاجات من وانا طفله عادي. بعد كده اتقال لي ياسو، بعد كده اتقال لي سمسم، معرفش. ف يعني انا الاسماء بالنسبه لي دي مش هي اسمي، انا اسمي ياسمين. اللعبه المفضله ليا، هو في ناس ممكن تستغرب من اللي انا هقوله، انا ما كنتش بحب اللعبه اساسا. بس كنت بحب اغني جدا، فاكتر حاجه كنت بحبها كلعبه وانا صغيره البيانو اللي هو الخشب الصغير. اسعد يوم لسه ما جاش. لا بس لا، الحمد لله برضو انا راضيه باللي ربنا كاتبه لي. اليوم اللي الناس شيروا فيه اغنيه نقابل ناس، نقابل ناس، نفارق ناس، وماشيه الحياه عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية. دي كانت بدايتي، أنا بدايتي من قبلها بكتير كمشوار ليا، بس الناس عرفتني وبدأوا يتصوروا معايا وبدأوا يسمعوا أغانية والحاجات دي من بعد نقابل الناس على طول. ف هو اليوم ده أعتقد إن هو أنا نمت فيه وأنا منزلة الفيديو، قمت لقيت نفسي في حتة تانية خالص. هو ده متهيألي اكتر يوم كنت مش فاهمه هو ايه اللي بيحصل ومبسوطه جدا. على عيلتي كتير. ياما. يعني بس الكذب الابيض اللي هو المنجي، لكن كذب نفاق، كذب مجامله، الكلام ده لا ما بعرفش. على صحابي لا، يعني كده كده بطلع عينيهم اسهل. انت لحن الاحلى غنوه، هو في الدنيا يسوى ضحكه منك عايش عليه.